طبعا هما موضوعين مختلفين لو انهم متشابهين، يعني من وجهة نظر يعني المطلعين من بعيد. فالاكتتابات هذه يعني تم الموافقة عليها والتصريح فيها في بداية السنة ومنتصف السنة الحالية، وهي يعني في زيادات رأس المال للشركات المدرجة، هذه اللي عن موضوع 600 مليون دينار. أما موضوع الشركات الاستثمار واستقطاب الأموال، طبعا هذا موضوع آخر يتعلق في محافظ وحصص استثمارية في شركات مدرجة أو غير مدرجة غير متعلقة في الاكتتابات. إذا ليست هي الاكتتابات في زيادة رؤوس الأموال. لا لا، على موضوع مختلف تماما. نعم، أنتقل إلى موضوع آخر، ما سبب إبقاء استقالة المدير العام للسوق صافق الركيبي يعني معلقة في الهواء إلى الآن؟ طبعا للأسف الشديد يعني الاستقالة قدمت من أكثر من شهر، ويعني رفضت من حيث المبدأ من جانب سمو رئيس مجلس الوزراء، ولم يبث فيها بشكل نهائي نظرا للعطلة الصيفية ويعني مشاكل وتسويات وصفقات. هل يتوقع البت بها قبل رمضان المبارك؟ ونتمنى يعني أن يبث بها بأسرع وقت ممكن، لأن الموضوع حيوي ولا يحتمل التأخير، لأنهم عادة التأخير يكون في فصل الصيف وأيضا يستمر في شهر رمضان، حيث الإنتاجية ضعيفة في كافة دوائر الدولة. ناصر النفيسي المدير العام لمركز الجمان للاستشارات